حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثامنة. في البداية هل توضح لنا أهمية عقد القمة الخليجية 44 في الدوحة؟ مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. أود كذلك في البداية نسجل وقفة إجلال وإكبار لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة آل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القائد الحكيم، والذي شكل دعمه السامي دفعة كبيرة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت أعمالها في الدوحة اليوم. بالعودة إلى سؤالك، طبعا القمة انطلقت والعالم يمر بتحديات كبيرة على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي وغير ذلك، وتأتي طبعا مشاركة مملكة البحرين وعلى رأس وفد مملكة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لتعكس مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه مواجهة تلك التحديات. القمة طبعا لها أهمية لأنها تعبر عن كيان خليجي واحد شكلت مسيرته المباركة منذ تأسيسه منذ 81 بحكمة الآباء والقادة المؤسسين طيب الله ثراهم، ليعكس بنيان متين يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق أهداف وطموحات دول المجلس ويترجمها واقع ملبيا لطموحات وتطلعات شعوبه. نعم، إذن سيد علي كيف تقرأ مخرجات هذه القمة؟ طبعا القمة كان لها مخرجات أعتقد ترجمت بشكل مفصل في البيان الختامي. القمة 44 أعتقد بأنها مثال على تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وهي خير دليل على أن الأهداف والمصير المشترك الذي يجمعنا والذي يعد الأساس المتين للبيت الخليجي الواحد يعزز من قوتنا، طبعا خاصة وأن حققنا الكثير كقوة واحدة واجهت مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية اللي مر بها العالم وتغلبت بتوفيق من المولى عز وجل عليها باقتدار، واكتسبنا نحن شعوب دول مجلس التعاون ثقة واحترام المجتمع الدولي. القمة كذلك مهمة لأنها تلبي تطلعات هذه الشعوب. على سبيل المثال نجد أن القمة اليوم تناولت في بيانها الختامي يعني العديد من القضايا التي تشكل هما للشعب الخليجي، وترجمت تطلعات هذه الشعوب سواء كانت هذه القضايا متعلقة بالتعاون الخليجي والإقليمي، متعلقة كذلك بالتضامن مع باقي شعوب العالم، متعلقة كذلك بملفات مهمة إن كانت اقتصادية أو سياسية، ملفات خاصة بالعمل المشترك، ملفات حتى تتناول التعاون الأمني والعسكري والذي طبعا يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وركيزة تدعم رخاء الشعوب وتعزز علاقات كذلك يعني المجلس. القمة كذلك تناولت ملفات مهمة متعلقة في الوضع في غزة، وتناولت كذلك بالتفصيل موضوع القضية الفلسطينية، تناولت كذلك ملفات مهمة متعلقة بمكافأة الإرهاب والتطرف، تناولت كذلك المواقف الخليجية الثابتة تجاه مختلف القضايا. نعم، إذن سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.